أم عناد خسرت ابنها عناد على الطريق الصحراوي، ولكن المفارقة بين أم عناد قررت المسامحة للجاني. أم عناد إيش اللي صار؟ يعني شو ما حكيت ما بقدر أوصف لك وجع الأم. فالحمد لله، يعني هو ابني كان طالع من بيت خاله من حفلة برتبوا لحفلة التوجيه، كانت أيامها طالع على المقهى. هو الخط عندنا يعني في استراحة بس إضاءة عدم. يعني ما بدي أقول ألوم كل الإشي على الشوفير، لا، يعني الإضاءة ما كان نهائي، خط صحراوي وناس رايحة وناس جاي، إضاءة ما في، مطب ما في، لأنه في جهة بتيجي من البلد وجهة من الخط الصحراوي على العقبة وما العقبة، تحميل مينا وما مينا. أنتوا ساكنين بأي منطقة صدي؟ السطح عند المقهى. يعني أنا يومي بشوف محل حادث ابني، ويومي بشوف محل شغل ابني، هو في الدفاع كان يعني عندي على السطح. فهو كان طالع من المقهى ما في بين تليفوني، دعسته ثواني يعني أنا كنت تحكي معه تليفون؟ كنت أحكي معه وهو في المقهى، قال لي أخذ قهوة وهيني راجع، أنا بستنى فيه أروح أنا وياه مشوار. فلما طلع على طول خبطت السيارة. كان مسرع السائق حسب التقرير؟ حسب التقرير في سرعة. كم كانت السرعة حسب التقرير؟ ما بعرفه. طب كيف سامحتي؟ سامحت لأنه أول إشي قدر ابني هيك وإله ساعة هيك، بجوز ما يموت عيد الشوفير يموت من شغلة ثانية. مين اللي خبرك بوفاة عناد؟ إحساس الأم، ما حدا خبرني. أنا دخلت على عناد هو متوفي، جسمه كان ساخن ما في إشي، يعني ما بيوحي إنه متوفي أصلاً، وعليه الأجهزة شغالة كان الدكتور مخليها. فطمني الدكتور قال لي عنده كسور فقط لا غير. بده يحاول يهون عليك الخبر. ايوه. فقال لي، قلت له انا بدي اطلع مع ابني، قال لي روحي على البيت وجهزي نفسك قبل ما احنا مجهزين عناد والتحويل لعناد. فانا لما روحت على البيت، شوف الناس لما تسمع خبر مثل هيك هو اللي بيجي. كل هذا الحب لعناد واعتبارك انه هو الابن الحنون، ما ولد عندك فكره انه كيف انت دهست ابني؟ انا بدي حقي يعني الام انتقم. لا حقي لا وانتقم لا، لانه فكره المسامحه وانت سامحتي بنفس يوم الحادثه. يعني انا بس هم يعني قالوا لي ما بنقدر نطلعه احنا ما اليوم، لانه هم حولوه فورا على الطفيله الشوفير اللي دعس. بس انا يعني صح ابني، وبقول لك يعني ترك الام بظل مكان ابنها فارغ، ما بملا اي حدا ولا حدا بملا مكان ابنها. يعني انا جربت بيوت ابوي، وفاه ابوي وفاه زوجي كان بينهم 6 شهور، بس عناد الوجع الصح اللي كان. طب أنا ما بديك أنت تتحدثي، أنا بدي أتحدث مع اللي كان المتسبب بالحادث اللي أدى لوفاة عناد. مساء الخير مأمون، كيف الحال؟ أنا وسهلا فيك. هلديك سيد مأمون، إيش اللي كان صاير بهذاك اليوم، يوم وفاة عناد؟ هو صحيح يعني قضاء وقدر. أنا كنت مروح من العقبة بشغل، وكانت الدنيا يعني مساء، يعني بعد الساعة 8 حوالي الساعة 9 وقفت عند استراحة قبل العقبة، قبل المعان يعني بعد العقبة، وصليت المغرب والعشاء جمع بعدين كملت. للأمانة الهدف من الاتصال، لما عرفت أن أم عناد سامحتك إيش كان شعورك؟ ايش كنت حاسس وايش صار شعورك؟ طبعا اكيد يعني انه الام فقدانها لابنها غالي كثير، وانا بحييها يعني بشكرها جدا، اول شيء بعزيها بوفاه ولدها وفقيدها. ام عناد واخوته عناد واخواتي عناد واخوالي عناد كلهم عائله كريمه وشهمه، عندهم شهامه عظيمه. من اليوم الاول سامحوني، وأصرت إنها إني أطلع فورا من السجن، ما حكوا أي إشي. يعني يمكن في ناس لهم رأي آخر في الموضوع، إنه يمكن أم عناد ما كانش لازم تسامح، ولكن للأمانة يمكن رأيي الشخصي، وهذا رأيي فقط أنا اللي أتحمل مسؤوليته، أنا مع أم عناد. يمكن أنت إنسان جيد وتستحق إنك تسامح، وأم عناد إنسانة أنا للأمانة ما مرش علي حد مؤمن زيها في موضوع القضاء والقدر. ولا أنا يعني أنا وصلني بس يعني احكي الحمد لله. الحمد لله رب دائما العالمين، يعني إنه أجت مصيبتي مع ناس محترمين جدا، مش لي مصيب مع أم عناد، مع إخوان عناد. يعني الحمد لله رب العالمين، كانت مصيبتي مع ناس محترمين، شروا أم عناد وإخوتها وأولادها. شكرا جزيلا سيد مؤمن. أنا بس هيك طلب مني شخصي، يعني لأنه أنا اليوم عم بتعلم منك. الله يسلمك. كلمة للناس عن فكرة المسامحة.
هي شوف المسامحة أنت ما بتقدر تجبر إنسان، هي قدرات، هي قدرات. فأنا جربت الوفاة في قبل عناد، عرفت كيف؟ قلت لك، بس هي اللي بترتني صحيح وفاة عناد. يعني هو وفاة عناد أنا بعتبره بدونه فرح ما بيكتمل وحزن ما بينتهي.